دعا وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح كافة أبناء الشعب السوداني إلى تجسيد معاني القيم الأخلاقية الراقية ونبذ التشدد والغلو والتطرف والتأسي بهدى الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم. وقال الوزير في كلمة لمناسبة المولد النبوي الشريف إن الله حب السودان بتنوع عظيم وتعايش ديني فريد، مؤكدا قدرة السودانيين على إدارة هذا التنوع بعيدا عن الخلاف. يحتفي الكثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا؟ والله قد من على هذه الأمة وعلى الإنسانية جمعاء به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن ولادته صلى الله عليه وسلم كانت فتحا، وبعثته كانت هدى، وحياته رشدا، ومنهجه رسالة لتنير الطريق للناس، يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الكفر إلى نور الدين الحق والرشد. إلى ذلك بعث وزير الشؤون الدينية والأوقاف برسائل مهمة، وأعلن عن تخفيض تكلفة الحج هذا العام وتسهيل إجراءاته، إلى جانب إجراء مراجعة شاملة وحصر للأوقاف الإسلامية وهيكلة الوزارة. الزملاء من الخطباء والدعاة والوعاظ من أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إننا نريد أن نجدد في خطابنا الإسلامي حتى نجعله خطابا يواكب المرحلة، ولنتذكر أن الاعتدال والوسطية والتعايش الديني والبحث عن أسس العيش الكريم القائم على التقوى والقناعة، هذه هي المبادئ التي جسدها رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر منبره الشريف، حينما كان منبره يصطح بالحق ليرسم ملامح الحياة العامة في الاجتهاد والجهاد وفي معاني الحياة ودروب العيش الكريم.